نساء فاضلات اصطفاهن المولى وبشرهن بجنات الخلد والنعيم، وأثنى عليهن خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، أولى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وأول من آمن به من الناس، صبرت مع النبي صلى الله عليه وسلم على بطش قريش، وتوفيت بعد حصار شعب أبي طالب، أقرأها جبريل السلام: يا رسول الله، هذه خديجة، فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فاطمة الزهراء أم أبيها صلى الله عليه وسلم وأحب بناته إليه، وأم السبطين الحسن والحسين. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ مريم بنت عمران، اصطفاها المولى وطهرها ووصفها بالصديقة. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. آسية بنت مزاحم، زوجة الطاغية فرعون، آمنت بما جاء به نبي الله موسى عليه السلام، تحملت صنوف العذاب فثبتت ولم ترجع عن دينها، تبغي رضا الله وبيتا في الجنة. أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، فاضت روحه صلى الله عليه وسلم بين يديها، كانت عالمة فصيحة برأها الله من حادثة الإفك في قرآن يتلى إلى يوم الدين. سألها صلى الله عليه وسلم: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قالت: بلى والله. قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، كانت عابدة قانتة صوامة قوامة، بشرت بالجنة بعدما طلقها صلى الله عليه وسلم تطليقة واحدة. أتاني جبريل عليه السلام فقال: راجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. أم المؤمنين زينب بنت جحش، كان زوجها زيد بن حارثة، فزوجها المولى بعده برسوله صلى الله عليه وسلم بأمر إلهي نزل من 7 سنوات، وكانت زينب منفقة متصدقة، وفيها نزلت آية الحجاب، وكانت أسرع زوجاته صلى الله عليه وسلم لحوقا به. وقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابيات لفضلهن العظيم في نشر الدعوة الإسلامية، منهن فاطمة بنت أسد، الربيع بنت معوذ، سمية بنت خياط، كبشة بنت رافع، الفريعة بنت مالك، أم المنذر سلمى بنت قيس، أسماء بنت أبي بكر، أم سليم بنت ملحان، أم ورقة الأنصارية، أسماء بنت زيد، أم هشام بنت حارثة، وأم أيمن بركة بنت ثعلبة، حاضنته ومربيته صلى الله عليه وسلم، لازمته طوال حياته. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن.